ايه ده يا مريم؟ وارجوكي ما تبصيش في الارض. انا عايز افهم الكتاب ده بيعمل ايه في بيتنا. اتكلمي يا مريم، في ايه؟ عارفه لو ما اتكلمتيش انا ممكن افهم حاجات كتير تانيه. خدي بالك، ممكن اربط كل اللي حصل الفتره اللي فاتت ببعض. رفضك الخلفه موضوع رامي، ودلوقتي الكتاب. اتكلمي يا مريم، اتكلمي. صباح الخير. صباح النور. أنا شريف. اتفضل. مريم أول واحدة بطلت فيها. دي حاجة ما تستهنش بيها. مراتك قوية جدا، أقوى من رجالة بشنبات. بس هي يعني خافت تقولك، زي ما كتير مننا بيخاف. كلنا بنخاف من الرفض، بنخاف الناس تتعامل معانا على إننا أقل منهم، لأننا بنعاني من مرض ربنا عافاه منه. وده اللي لازم تستوعبه كويس، الإدمان ده اختبار مش اختيار. احنا ربنا صابنا بمرض مزمن ملوش علاج، كل اللي في ايدينا نعمله ان احنا بنحاول نسيطر على المرض ده. وبصراحة ما بنعرفش نسيطر عليه من غير مساعدة الناس اللي حوالينا. مريم محتاجة لمساعدتك، وقوفك جنبها عشان تعرف تسيطر على المرض ده. وجودك جنبها هو أحسن علاج ليها في الوقت ده. حبها ليك وحبك ليها هيقويها على مرضها. اوعى في يوم تفتكر إن هي بتمر بيه ده حاجة سهلة. مريم بتعافر كل يوم عشان تفضل الست اللي أنت بتحبها دي. أنا بعافر. كل مدمن متعافي بيعافر كل يوم عشان يحافظ على تبطيله. وكل يوم تبطيله هو يوم ميلاد جديد ليه. عشان كده مريم محتاجة دلوقتي تتحول من ممتنع لمتعافية. يعني من شخص بطل لوحده لشخص بيتعايش التبطيل مع ناس شبهه. كتير مننا حافظوا على تبطيلهم عن طريق البرنامج. ومريم عارفة الكلام ده كويس. هي ما جاتلهاش فرصة بس إنها تشترك لأنها كانت خايفة منك. بس دلوقتي الظروف اتغيرت. وأنت عرفت. والسر اللي كان تعيبها خلاص. شريته من على اكتافها. فلازم بقى نتعامل مع الواقع. مساعدتك ليها ووجودها جنبينا هيحميها. كنت اتمنى اقابلك في ظروف احسن من كده. وانا كمان. معاك رقم يبقى تقدر تكلمني في اي وقت. شكرا. انا مقدر موقفك. ولو كنت مكانك كنت هتلخبط نفس اللخبطه دي برضو. بس يعني في وسط كل ده افتكر هي قد ايه بتحبك، انها ملهاش غيرك. احنا لازم نتكلم. انا اللي اعرفه ان الناس بيتكلموا قبل الجواز عشان يعرفوا بعض مش بعده.
بس ده اللي حصل. هو انت كل مره هتقولي ده اللي حصل؟ تحب اروح اخونك وارجع اقول لك ده اللي حصل؟ انا ما خنتكش. العن. عارفه ليه؟ عشان انت كسبتي عليا وخبيتي عليا وخدعتيني. انا ما خدعتكش، انا خبيت عليك علشان كنت خايفه اني اخسرك. ودلوقتي ايه؟ كسبتيني؟ انا مش مصدق انك كنت عايش مع واحده ما اعرفهاش. بس ده مش حقيقي، ده مش حقيقي من نفس الشخص. لا للاسف لا، انا طلعت ما اعرفكيش. تاني مره يا مريم هقولها لك تاني مره، في حاجات ما ينفعش ما تتقالش. انا صحيح ما سالتش، بس ده مش معناه انك تخبي عني حاجه زي دي. طب لو كنت قلت لك كنت هتعمل ايه؟ حط نفسك مكاني. مريم انت حطي نفسك مكاني ولو مره واحده. اي راجل مكاني لما خطيبته تقول له انه ما كانش اول واحد ما كانش يكمل، لكن انا كملت وما سالتش عشان كنت شايف ان انت اهم من اي حاجه حصلت قبل ما اعرفك. واللي جد اللي جد ان انت اخترتي تبلغيني اللي انت عايزاه، خبيتي عني حاجات كتير وانا ما فتشتش وراكي ولا سالت. لكن دلوقتي يا مريم انا عايز اعرف كل حاجه، كل حاجه. اظن ده من حقي. حاولي المره دي ما تخبيش عني حاجه. طب اخلص.
مش هقدر اضربها وانت واقف. انا مش خارج من هنا. عايز تضربها اضربها وانا واقف. الف وشي. انجز.